صباح الخير يا سلمى. يسعد صباحك وينعاد عليكي. ينعاد عليكي بكل خير يا رب، ويسعد صباحك وصباح الخير لجميع مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. صباح الخير بيوم جديد وبأفكار جديدة وبحياة جديدة وبفترة جديدة ومميزة. أكيد لازم كل يوم الصبح قبل ما نفيق من النوم لازم نفيق من غبائنا شوية ونوعى للأشخاص يلي حوالينا يلي ممكن بكتير أوقات يكونوا مكيودين أو ما بيتمنونا الخير، ولكن بالنهاية أكيد لكل شخص بحياتنا إن كان منيح أو حتى سيء فهو بيحمل إلنا رسالة، ومناخد هاي الرسالة ومنشوف بعدين شو ممكن نستفيد منها. بتمنى لكم يوم كتير حلو ومليان بالشغلات يلي بتحبوها، وأكيد منافقينكم محطاتنا الصباحية، ولكن صباح الخير مرة تانية إليك يا سلمى. صباح الخير عفاف، صباح الخير لكل مشاهدينا. أكيد محطات جديدة مثل كل يوم رح تكون معكم بصباحنا غير ساعة وربع من الوقت بنقلب فيها طبعا صفحات كتير من المواضيع الاجتماعية والطبية وأيضا جولة بين المحافظات السورية، ولكن مثل العادة خلينا نصبح عليكم بغنية صغيرة ونبدأ أول محطاتنا. ودائما مشاهدينا مثل ما تعودنا لازم يكون معنا مجموعة من المعلومات الغريبة والجديدة وممكن نكون لأول مرة عم نسمع فيها، رح نتابع ضمن فقرة هل تعلم. هل تعلم أنه أسرع النساء بكاءً؟ هي التي لا تستطيع شرح ما في قلبها سواء في لحظات الحزن الشديد أو الفرح الشديد، وغالباً ما تتميز هذه الأنثى بصفات أخلاقية نادرة هي الوفاء والكرم والإحساس بالآخرين. وهل تعلم أن المرأة كلما ارتفع ذكاؤها ونضجها الفكري زاد احتمال أن تظل عازبة وبلا شريك لمدة طويلة من حياتها مقارنة بغيرها؟ والسبب هو أن الذكاء المرتفع لدى الأنثى يجعلها تجد صعوبة بالغة في تحديد نوع الشريك المناسب لها. وهل تعلم أن الجوع يحفز على التركيز والانتباه والذاكرة حسب دراسة لجامعة ييل الأمريكية؟ فالجوع يحفز مناطق هايبوتلاموس في الدماغ مما يجعلك تتذكر المعلومات بشكل أسرع. وهل تعلم أن الموز يحتوي على مادة كيميائية تسمى التروبتوفان تجلب البهجة وتساعد على الضحك؟ وأخيراً هل تعلم بأنه إذا تجاوزت عمر 25 دون علاقة عاطفية فلديك احتمال 30% أن تظل عازباً طوال حياتك؟ فالإحصائيات تشير إلى أن ثلث البشر الذين تجاوزوا هذا السن ولم يخوضوا علاقة عاطفية مع الجنس الآخر ظلوا وحيدين إلى الأبد. أما هالعفاف وبعد هاي المعلومات الغريبة شوي لحنروح لنرجع بروزنامة التاريخ ونقلب فيها ونتعرف على أبرز الأحداث يلي شكلت بتتالي حكاية اليوم بالتقرير التالي. اليوم 18 نيسان بمثل هالتاريخ تسجلت كتير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1888 صدور العدد الأول من جريدة المقطم في القاهرة. بعام 1919 إنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى. بعام 1955 انعقاد مؤتمر باندونغ في أندونيسيا بحضور 29 دولة أفريقية وأسيوية واستمر لمدة 6 أيام وكان نواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز. بعام 1980 تأسيس جمهورية زيمبابوي. بتاريخ 18 نيسان شهد ولادة عدد من الشخصيات. بعام 1580 توماس ميدلتون كاتب مسرحي وشاعر إنجليزي. وبتاريخ 18 نيسان شهد عدد من الوفيات وكان أبرزها بعام 1994 الممثلة المصرية عزيزة حلمي. بعام 2003 إدغار كود عالم بريطاني في علم الحاسوب.
دائما بهذا الموسم كثير عم نشوف من العربات المنتشره بالشوارع واللي فيها فواكه الفريزة، ومعروف عن هاي الفاكهه انه بتمنع الالتهابات ومضاده للاكسده وايضا بترفع جهاز المناعي، وكثير من الفوائد رح نتعرف عليها ضمن التقرير. الفريز تعد من الفواكه المهمة والغنية ببعض العناصر والفيتامينات، ومنها البوتاسيوم، المنغنيز، المغنيسيوم، الألياف وفيتامين سي، كما أنها من الفواكه التي تتمتع بسعرات حرارية منخفضة. فوائد الفريز في تقوية المناعة للجسم: يساعد احتواء الفريز على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة لصحة الجسم، إلى تقوية الجهاز المناعي بالجسم والحد من إصابته أو تعرضه لأي مشاكل صحية أو ضعف، ولذا عليك الإكثار من تناوله. يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهي من الفواكه الجيدة في حماية الجسم أو لتقليل فرص الإصابة من مرض السرطان. للفريز دور كبير في تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض والعدوى المختلفة، كالوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والسرطان ومشاكل القلب وتصلب الشرايين والضمور البقعي والاضطرابات المعرفية كالزهايمر، لاحتوائها على فيتامينات سي وإي ومضادات الأكسدة. يعتبر من الفواكه التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمرض السكر، وأيضاً مفيدة لمرضى السكري حيث إنها تساهم في تنظيم نسبته بالدم، كما تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، ولذا لا تتردد في تناولها للحد من أمراض القلب كانسداد الشرايين. أما هلأ رح نروح لأولى محطاتنا وفقرتنا الطبية، وبنسمع بالفترات الأخيرة ازدياد عدد الإصابة أو المرضى المصابين بأمراض القلب بشكل عام، انسداد الشرايين اللي هي البداية نحو الجلطات مثل ما بنعرف، أحد الأمراض اللي أصبحت شائعة حاليا ولأسباب متعددة. أكيد سلمى، ولكن الخطورة اليوم وقت الأشخاص بينصابوا بهذا المرض أكيد ما بيظهر عليهم أي عارض، وهذا المرض كمان ما بيعطي أي إنذار للمريضة، وأكيد ما بيشكي من أي أعراض، وهالشي ممكن يعرضه لنوبات قلبية وسكتات دماغية ممكن أن تهدد من حياته. ولكن اليوم رح نتعرف على أسباب الإصابة بهذا المرض وشو سبب حدوثه بالشكل الرئيسي، وأيضا أعراضه إذا كان ممكن يكون له أعراض تظهر بالبداية أو بوقت متأخر، وأيضا طرق العلاج والتشخيص الصحيح. كل هالشي مع الدكتور أحمد العايد، استشاري بأمراض القلب والقسطرة القلبية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وشكرا لكم. صباح الخير دكتور. صباح النور. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني انسداد الشرايين هل هو مرض فعلا لا يظهر له أعراض، ما في سوابق إنذارية للشخص؟ الشرايين هي الأوعية الناقلة للدم، هي اللي بتوصل الدم الحامل للأكسجين والمغذيات لكل أعضاء الجسم الأخرى حتى تبقى حية، حتى تبقى مستمرة بأداء عملها ووظائفها. الحقيقة كل خلية يجب أن يصلها نصيبها من الأكسجين والمغذيات عن طريق الدورة الدموية اللي الأساس فيها هو الشرايين اللي بتوصل هالشي هذا للأعضاء المختلفة. أهم صفة لها الشرايين هي المرونة، يعني قابلة للتقبض وقابلة للتمدد حسب الحاجات، لأنه حاجات الأعضاء من الأكسجين والمغذيات تختلف، ممكن تزيد ممكن تنقص، عند الجهد مثلا أو التوتر النفسي بتزيد الحاجة فبتسرع القلب، تتمدد الأوعية بهدف أنه تزيد تدفق الدم للأعضاء المختلفة. مع تقدم العمر بصير في ظاهرة بنسميها تصلب الشرايين، وخاصة اللي بنسميه التصلب العصيدي، عبارة عن ترسبات بجوف الشرايين، الحقيقة هي تحت بطانة الشرايين، تؤدي إلى تضيق في لمعة الشريان وبالتالي نقص تدفق الدم ودخول بشيء اللي بنسميه نقص التروية القلبية. هلأ هذا فيه له نوعين بشكل عام، هو التدريجي نقص التروية العادي، وفي المفاجئ اللي هو بصير انسداد تام اللي بنسميه احتشاء عضلة قلبية.
التدريجي هو الأشعة الحقيقة، هذا اللي أشعة واللي ممكن يكون فعلا مثل ما تفضلت وصامت بدون أعراض. هذا شائع خاصة عن مرضى السكري لأنه بيكون عندهم اعتلال أعصاب سكري، فما بيكون في درجة كافية من الإحساس بالألم عندهم، حتى مو بس بالقلب، ممكن أطرافهم مثلا تنحرق أو تنجرح أو يصير أي شيء وما يكون في عنده إحساس بالألم، فممكن يكون نقص التروية فعلا صامت بدون أعراض، خاصة عند فئة معينة من المرضى. طيب دكتور، ذكرت حضرتك هلأ وذكرنا بالبداية أنه هذا المرض صامت وما له أي سابق إنذار لحتى أنه يخبر الشخص أنه أنا بدي أنصاب بانسداد الشرايين وتصلب. طيب في شي تغييرات صحية ممكن تطرأ على صحة الشخص ممكن تكون هي كعامل مؤشر أنه أنا بدي أنصاب بهي المشكلة؟ الحقيقة مثل ما قلنا، هو تصلب الشرايين هو حدثية طبيعية تزداد مع تقدم العمر، عادة فوق 65 سنة بيصير شائع أكثر، بيصير منتشر أكثر، لكن في عوامل مسرعة فممكن تظهر قبل هيك الأعراض والمشاكل المرتبطة بالشرايين، اللي على رأسها موضوع التدخين مثلا، أيضا المتلازمة الاستقلابية اللي هي ارتفاع ضغط، ارتفاع كوليسترول وشحوم وارتفاع السكر أو مقاومة الأنسولين، هي تنتج عن شيئين أساسيين هي العوامل، زيادة الوارد من الغذاء وقلة الحركة. قلة الحركة تؤدي إلى تصلب الشرايين، قلة ممارسة الرياضة تؤدي إلى تصلب الشرايين، والعكس تماما، وخاصة مع تقدم العمر اللي بيداوموا على ممارسة الرياضة بتكون نسب تضيق الشرايين عندهم أقل وتصلب الشرايين أيضا أقل. فقلة الفعالية الفيزيائية وزيادة الوزن هي أحد الأسباب الأساسية لأمراض القلب، بالإضافة للعوامل اللي ذكرناها الثانية، اللي إذا لاحظنا أنه هي بمعظمها قابلة للتعديل، يعني ارتفاع الضغط قابل للعلاج، ارتفاع السكر أيضا أو الداء السكري أيضا قابل للعلاج، ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثية مثلا، هي من الأشياء اللي ممكن تفادي أنه تتمادى أكثر بجسم الإنسان، أنه تؤدي إلى تضيقات بالشرايين والدخول بنقص التروية. مثل ما قلنا نقص التروية ممكن يكون صامت، لكن أغلب الحالات هو لا بيعطي أعراض، أعراضه طبعا مختلفة كثير الحقيقة، من ألم صدري، لدي نفس، خفقان، شعور بالوهن أو التعب، فإله أعراض كثيرة، ممكن يكون صامت ممكن يكون عرضي، لكن أغلب الحالات هي الحقيقة بيكون فيها أعراض، وإن كان بنسميها أعراض غير نموذجية. العرض النموذجي هو الألم الصدري الجهدي اللي مثلا بيمشي مسافة معينة أو بيطلع بالدرج فرضا طاوق أو طابقين، بس عنده ألم بصدره بيخليه يوقف، هذا العرض النموذجي. لكن في الأعراض الغير نموذجية لو ينتبه لها الإنسان بتقل نسبة الداء الصامت أو اللي سميناه أنه الغير عرضي، لأنه لما ندقق بالفئة اللي هن اسمهم غير عرضي بيكون في عندهم أعراض لكن غير نموذجية، ما انتبهوا لها، ما خبروا الطبيب عنها، فبالتالي مرق المرض بدون ما يتشخص بشكل دقيق وبوقت المناسب. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم عن بعض الفحوصات اللي ممكن هي تفيد المريض، وخصوصا مثل ما حضرتك قلت الأكثر عرضة هن أمراض السكري، أمراض الضغط، واللي عندهم زيادة وزن. هدول كل قديش لازم مثلا يفحصوا نفسهم؟ هل في فحوصات معينة بتعطي مؤشر أنه أنا ممكن يكون عندي انسداد شرايين؟ الحقيقة حسب بقى وجود عامل خطورة واحد أو أكثر، يعني مثلا هلأ مريض سكري بالدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أول 5 سنين غير بعد مثلاً 20 سنة اللي نفرض. ثانياً موجود أكثر من عامل خطورة، مريض سكر ومريض ارتفاع ضغط وارتفاع كوليسترول وشحوم، فهي صار في تعدد بعوامل الخطورة، فهون ما فينا نقول في شيء ستاندر لكل المرضى، لأنه الحقيقة كل مريض هو حالة خاصة، يعني حالة خاصة تحتاج إلى ترتيب موضوع المراقبات وموضوع العلاجات المطلوبة والمراقبات السريرية والمخبرية أيضا. لكن نحن منقول مثلا أنه مريض السكر كل 6 شهور بالحد الأدنى مفروض يعمل تشيك للحالة القلبية الوعائية مثلا، ممكن يكون أقل أو أكثر حسب حالة كل مريض على حدة الحقيقة.
الفحوصات اللي بنعملها هي الفحص السريري العادي بأي عيادة طبيب، تخطيط قلب كهربائي وإيكو قلب. هلأ هدول بيعطونا تشخيص بنسبة عالية الحقيقة، لكن بضل في نسبة نحتاج إلى استقصاءات أكثر. في شيء اسمه اختبار الجهد، في شيء اسمه اختبار الجهد الدوائي أو بالنظائر المشعة الجاما كاميرا، إلى أن نصل إلى القسطرة القلبية اللي هي تصوير الشرايين من داخلها عن طريق القسطار اللي بيدخل من الشريان الكعبري أو الشريان الفخذي. هاي الوسيلة بتصفي هي الأدق والنهائية بوضع التشخيص الدقيق والقطعي بأمراض شرايين القلب، وجود نقص تروي أو انسداد. يعني هذا المرض دكتور له مراحل بالإصابة، مثلاً درجات ممكن تكون أقل خطورة وأكثر خطورة. خلينا نتعرف على طرق العلاج بالنسبة لكل مرحلة، كيف ممكن تكون؟ هلأ نحن ذكرنا الشيء اللي سميناه عوامل الخطورة، أو خلينا نقول هي أسباب أمراض القلب اللي ممكن تؤدي لنشوء مرض قلب. فأول شيء بالعلاج هي معاكسة عوامل الخطورة، تعديل عوامل الخطورة. المدخن، إيقاف التدخين. طبعاً الدخان أو الأرجيلة هنا نفس الضرر ونفس المشكلة. شيء ثاني قليل الحركة، أنه يمارس الرياضة يومية. الرياضة فيها أشكال كثيرة الحياة وكلها مطلوبة، يعني ما يركز الإنسان بس على نمط واحد. هي الحد الأدنى للمشي اليومي 30 دقيقة بس، بيكون مشي سريع، يعني مو تمشاية فقط، يعني هي ممارسة الرياضة. كيف بعرف حالي لعبت الرياضة؟ لازم يصير يعرق، لازم يلهت، لازم تزداد سرعة القلب. يعني إذا سرعة القلب 70 وعم يتمشي على 100 مهله ربع ساعة أو نص ساعة وضلت 70، هذا ما فيني نسميه رياضة. فممارسة الرياضة اليومية مثل ما قلنا بحد أدنى 30 دقيقة مشي سريع متواصل 5 أيام في الأسبوع على الأقل. هلأ الأشكال الثانية من الرياضة هي الريزيستنت سبورتس أو الحديد، يعني كمان في السباحة، في الأيروبيك، في الكارديو، في أنواع كثيرة، وكل الحقيقة مطلوبة. التشكيل والتنويع فيها كثير مهم. هلأ موضوع الدايت، الحمية كمان كثير مهم مشان تخفيف الوزن، الابتعاد عن السكريات، تخفيف كثير بالنشويات، الابتعاد عن المقالي. هي الأشياء اللي هي صارت حجر الأساس بالحمية، بالمقابل الأكثر من الخضار والفواكه. أكيد اللحوم ما في مشكلة منها، بس تكون طريقة تحضيرها هي الطريقة المناسبة أو الأفضل. الشوي أو السلق مو قلي، أكيد كلمة مقلي تشمل كل شيء مقلي بالزيت أكيد، مهما كان نوع الزيت طبعا. ومثل ما قلنا بنرجع لقصة الدخان، لأنه مع استمرارنا بالتدخين فصعب نقول أنه المريض صار بأمان. يجب صحيح. إيقاف التدخين والأرجيلة والاستمرار بأخذ الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب. في أدوية كتير، هي أدوية الحقيقة بنسميها وقائية. هي الأدوية صنفين، في شيء اسمه وقائي وفي شيء اسمه علاجي. فمثل مثلا المميعات، أدوية الكوليسترول والشحوم، هي علاجية وهي وقائية بنفس الوقت. فلازم كتير مهم لحتى المريض ينعم بحياة صحية وما يصير مشاكل عنده، لو أصيب بأزمة قلبية، لو أصيب بنقص تروية، أنه يبتعد عن هالممارسات ويلتزم ببرنامجه اللي وضعه الطبيب له، وإن شاء الله بتكون الأمور جيدة عنده وما بصير أي مضاعفات. أكيد. طيب دكتور، تركيب الشبكات، خلينا نحكي شوي. في كتير ناس بتلجأ لهذا الخيار العلاجي، طبعاً مع اختيار الدكتور لهذا الشيء، هل هن صاروا خلص يعني ما عاد ينصابوا بانسداد الشرايين، أو لا ممكن الشبكات بعد فترة كمان يرجعوا يتأثروا مرة ثانية؟ الشبكات تتركب عن طريق القسطرة الحقيقة، بدون جراحة، بدون تخدير عام، تخدير موضعي فقط، وعبر ثقب صغير بالإيد أو بالإجر بالشريان الفخذي. هي من شكلها تقريبا مثل راسور الألم، يعني مشان هيك بعض المرضى بسموها راسور. هي عبارة عن دعامة بشكل أسطواني مجوف تزرع داخل الشريان في مكان التضيق، مهمتها فتح الشريان وإبقائه مفتوح. لكن خلال شهر جسم الإنسان بيركب عليها طبقة خلايا بطانية فاندمجت بجدار الشريان، فلو بدنا نشوفها من جوا ما عاد تنشاف، بس هي ضمن جدار الشريان، فبيرجع تدفق الدم طبيعي. اللي بدي أقوله أنه بهيك حالة أي شيء بيأذي الشريان الأصلي ممكن يأذي مكان الشبكة،
فليش بتسكر الشبكة بعد ما تركبها؟ لأنه استمرينا بالدخان، لأنه ما تعالج السكر، ما تعالج الضغط. نفس الأسباب اللي أدت لانسداد الشرايين. نفس الأسباب، أو وقفنا المميعات مثلا، في ناس بيهملوها بياخدوها لفترة بعدين بيوقفوها، وهي تحمل خطورة عالية عند المرضى اللي بيركبوا شبكة أن يوقفوا المميعات، إلا طبعا بإشراف طبيب، وممكن نستبدلها بأنواع مختلفة لحتى نوصل بالمريض وبالشبكة إلى بر الأمان. هلأ الشبكات هي الحل النموذجي اللطيف الجميل اللي ما فيها الخطورة، خطورتها أقل من 1% الحقيقة، لكن بدنا ننبه أنه مو كل تضيق يستلزم زرع شبكة، مو كل تضيق بالشريان يستلزم زرع شبكة. قطر الشريان أهميته، هل هو شريان رئيسي؟ هل هو ببداية الشريان؟ لو شريان رئيسي، إذا بنهايته التضيق لا يتطلب زرع شبكة. الحقيقة أحياناً يعني مو بس زملائنا الأطباء، المرضى بيضغطوا لتركيب الشبكات، يعني بيكون تقرير القسطرة عنده أنه في شريان في تضيق 80 أو 90%، فهو بصير حالة نفسية أنه لا بده يحط شبكة، هي ما بدها شبكة. لو كان في تضيق ممكن يكون شريان فرع صغير قطره أقل من 2 ميلي أو بنهاية الشريان، فما في داعي لتركيب شبكة أكيد بهيك حالة، بالعكس قد تكون شبكة ضارة، لكن لما تكون بمكانها المناسب فهي الحل الرائع المثالي النموذجي لموضوع نقص التروية، واللي مثل ما قلنا خطورته أقل من 1%، ومع استمرار العلاج وتعديل عوامل الخطورة بيعيش الإنسان طبيعي. وفي مرضى يعني صلنا مركبين شبكات أكثر من 20 سنة إلهم وأمورهم ممتازة إلى الآن، وما في أي مضاعفات ولا أي مشاكل. كأنه دكتور في بعض المرضى بينقوا عليك انه نحن بدنا شبكة وهنن ما بيكونوا أيوة بحاجة صحيح شبكة. كثير بنشوفها للأسف، هي الظاهرة صارت متكررة. بيجي بنعمل له قسطرة، بنقول له الحمد لله على السلامة، شريان يعني رفيع المصاب، دكتور ركب شبكة، وبعضهم يعني بيضل يفتل ويروح لحتى أحد زملاء يعني يسايره ويركب له شبكة. هون مثل ما قلنا ممكن تكون ضارة الشبكة أكثر ما تكون نافعة. طيب دكتور، مثل أي شيء آخر يعني تمام. حتى حب الدواء إذا ما كانت بمكانها المناسب بتوقيتها وطريقة استخدام المناسب إلى فممكن تكون ضارة. فمثل أي علاج، أي شيء له أسلوبه، له وسائله، له استطباباته الحقيقية اللي بيعرفها الطبيب بيوصي فيها، بس رجاء يعني المرضى يلتزموا بهالموضوع لحتى ياخذوا كل الفوائد من الشبكات وما ينصابوا باي ضرر منها. دكتور الشباب مثل ما بنعرف الشباب منهم الاكثر عرضه للاصابه لهذا المرض، وطبعا ما بيعرف عمر، ممكن حدا تحت ال30 او بعمر صغير او حتى بعمر كبير، يعني الرجال والشباب منهم الاكثر اصابه. طيب النساء قد ايه نسبه الاصابه بهذا المرض لهم وشو ممكن يكون السبب؟ هو عاده مرض الحقيقه عند الاكبر عمرا، لكن مثل ما تفضلتي يعني صرنا بالآونة الاخيره نشوفه عند الشباب وحتى النساء هن الأقل، لكن أيضاً هلأ صرنا نشوفه عند النساء أكثر. السبب تبدل الحياة، السبب انتشار الدخان والأرجيلة، قلة الرياضة، انتشار البدانة. بجوز من 100 سنة كان في بدانة لكن نادرة وقليلة جداً، منشوف صورهم وتماثيلهم ما كان فيها الشيء هذا، أما الآن صار كنسبة مئوية هي أعلى. قلة حركة، غذاء غير صحي، دخان وأرجيلة وإهمال، يعني صار لا بتأدي بالنتيجة لهذا، كله بالنتيجة بيأدي لتطور هيك أمراض للأسف. نتمنى من للجميع الصحة والسلامة، ونكون عطيناهم نصائح مفيدة بوجودك دكتور. شكرا أكيد. لك أكيد الله يخليكم، شكرا لكم والصحة والسلامة للجميع. شكرا لك دكتور. شكرا. وأهلا وسهلا فيك. أكيد مكملين فقراتنا الصباحية وانتقلنا لفقرتنا القانونية ويلي بتسبب كتير من الأشخاص. صحيح يا عفاف، ويمكن رح نحكي اليوم عن موضوع كتير بيهم الناس، لأنه رح نحكي عن سند الأمانة. سند الأمانة يعتبر من أكثر الأمور اللي بنستخدمها بتعاملاتنا وبحياتنا اليومية، ولكن سند الأمانة كمان حوله العديد من علامات الاستفهام، فعن مدى فعاليته، ضمان تأديته بالوقت المناسب، شروط سند الأمانة لحتى يكون بالشكل الصحيح. كمان سلمى في كتير من الإشكاليات حول صياغة سند الأمانة وشو هي العبارات اللي ممكن يتضمنها وممكن تكون صحيحة ويتاخد فيها بالقانون، وطريقة التعامل مع سند الأمانة أكيد بشكل قانوني وسليم، بحيث كمان بنفس الوقت نضمن حقنا وحق الطرف الثاني. كتير من الأسئلة والاستفسارات رح نجاوبنا عليهم الأستاذة المحامية سهير أقبيق، صارت معنا بالاستوديو. صباح الخير. صباح
يسعد صباحكم وكل عام وانتم بألف خير. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش مع حضرتك استاذه سهير ونعرف قانونيا شو هو سند الامانه. تماما، مثل ما تفضلتي حضرتك، درجه العاده انه الشخص اللي بده يستاجر سياره او محل تجاري او اذا حب يشتري سياره مثلا او عقار او احتاج لمبلغ لا يقترضه، انه ينظم سندات امانه لصالح المؤجر او الدائن انه لا يحفظ له حقه. هون بهي الحاله انا كشخص بدل الاقساط يلي اني ما عم سددها ونظمت سندات امانه، في حين انا اخليت بالتزامي ومثلا اصاب السياره ضرر او عطل او ما سددت الاجره بنهايه الشهر يعني باجار المحل التجاري او ما سلمته بالوقت المحدد للتسليم، انا بحق لي كصاحب سند الامانه اني اتوجه للنيابه العامه في حين اخل بالتزامه المدين معي وارفع دعوى اساءه امانه، اطلب تحريك دعوى الحق العام، النيابه بتحرك دعوى الحق العام جرم إساءة الائتمان بحق هذا الشخص. سند الأمانة شو هو؟ هو وثيقة خطية بيتضمن حق مودع لأجل معين يعني مستحق الأداء وقت المطالبة بشكل كامل. يعني أنا ما فيني أنه إذا عملت سند أمانة لشخص بقيمة مثلا حررته، أنا كشخص حررت سند أمانة بقيمة 10 مليون وطالبني صاحب السند بقيمته، ما فيني أعطيها مجزأ، أعطيها 5 ملايين مثلا وارجع أقول له بعدين بعطيك إياها كدفعة ثانية، لا، أنا بيستحق الأدام، بيستحق يعني الإدانة، بيستحق تماما الإداء بوقته بمبلغ المبلغ كامل، ما فيني أجله إلا إذا ارتضى صاحب السند، هون صار معك مشكلة، أما إذا ما ارتضى صاحب الأمانة هون بكون وقعت تحت جرم إساءة الائتمان. طبعا نحن في عنا شروط معينة بسند الأمانة لازم تكون موجودة مشان ياخذ هي الصيغة، السند يعني صيغة القوة الثبوتية تبعه اللي هي من ناحية انه توقيع صاحب العلاقة وبصمته واسمه، وطبعا يكون يضمن انه على سبيل الأمانة وانه مستعد لإعادتها حين الطلب. تماما هيك بنكون حققنا صيغة سند الأمانة واستوفى الشروط الشكلية اللي هي أكد عليها القانون مشان نميزه عن باقي السندات الثانية. طيب أستاذة خلينا كمان نتعرف على، بنسمع كتير بالسند الدين العادي، شو الفرق الجوهري والواضح بينه وبين سند الأمانة اليوم، وكيف ممكن أنا أقدر فرق بيناتهم؟ تماما. هلا انا كسند بين سند دين الامانه، سند الامانه وسند الدين العادي عندي كثير فروقات. اول شيء بدايه سند الامانه بيكون حياستي ناقصه انا للشيء اللي بين ايدي، اما هنيك حياستي كامله يعني بتصرف فيها بشكل اني حياستي كامله. وبعدين هون سند الامانه فيني اقيم دعوه امام القضاء المدني او القضاء الجزائي حسب انا وين مصلحتي، اما سند الدين العادي حصرا انا قدام القضاء المدني ما فيني طالب فيه غير امامه. في عندي بالنسبه لسهوله الاثبات، هلا بالنسبه لسند الامانه الاثبات فيه ايسر، طالما انت قبلت انك توقع سند امانه فانت صرت تحت غطاء موضوع انه سند الامانه. نحن في عنا تشدد كثير بالمحاكم بهذا الموضوع، ما هو لو كان هو بارض فعليا هو غطاء لدين او عمل تجاري او موضوع ثاني، بس لا، انت طالما ارتضيت انك توقع سند امانه فانت بدك تتحمل المسؤوليه الجزائيه الناتجه عن هذا السند، وهي اللي بتتمثل بالحبس والتعويض والغرامه. طيب اما بالنسبه لسند الدين العادي هنيك حصرا ما في مؤيد جزائي، يعني ما في حبس، انه اذا انا كمدين قدرت اني هرب اموالي او اعلنت اعسار يعني انه صار انه اعسرت كمدين، هون ما عاد فيني اني طالب بالاموال المستحقه. طيب حضرتك قلتي ببدايه حديثك انه لازم يكون مكتوب فيه على سبيل الامانه. تماما. ولازم يكون ايضا من هذا الشرط من الشروط، وايضا خلينا نحكي عن الشروط الاخرى، العبارات الاخرى اللي بتكسبه المصداقيه فينا نقول او الوثوقيه او الثبوتيه. شو هي العبارات لازم تكون موجوده فيها؟ صيغه سند امانه بكتب انا الموقع ادنى فلان الفلاني، بذكر مفردات الهويه كامله، اسم الاب، اسم الام، الرقم الوطني، التولد، قد استلمت من السيد فلان فلاني، بذكره مبلغ قدره فقط، بذكر المبلغ رقم وبذكره كتابه، وانا بركز انه نضيف كلمه فقط قبل مشان ما يتكرر اي صفر، لانه بتعرف من فرق صفر لصفر بيصير بيختلف الرقم، يعني قصدك لازم نكتبه رقما وكتابه ونكتب فقط قبل الرقم الاصفار مشان ما ينضيف، انا ما اترك مجال انه لاضافه اي صفر او تزويره تماما او انه زياده في شيء. استلمته على سبيل الامانه واني اتعهد باعادته
انتهينا الطلب طبعا، وانا بكامل الاهليه القانونيه، واتخذت لنفسي موطن مختار. طبعا نحن الموطن المختار كثير ضروري نحطه، لانه انا في رفع دعوى اساءه الامانه، انا بدي بلغه على وين بدي بلغه، بدي امل انذار وبدي بلغه. لما ما بلغه على الموطن المختار انا ممكن بلغه يعني على اخر موطن له هون، ممكن يطلع غيابي الحكم واضطر يفوت بالاعتراض تماما. اما هيك انا بضمن اني وصلت لحقي لما بيكون حاطط موطن مختار او موطن يعني هو موطنه المعتاد تماما، وانا بتحمل المسؤوليه وانا متعهد برد الامانه. وفي حين انا ما اعدت الامانه فاني اعتبر مسيء للامانه وخاضع لاحكام الماده 656 عقوبات عام وما يليها، يلي هي بنعرفها بتتضمن الحبس من 6 أشهر لثلاث سنوات، طبعا هذا بعد التعديل لانه ارتفعت العقوبه. وفي عندنا غرامه بالربع قيمه العطل والردود والعدل والطلر لنصف القيمه. وطبعا اتخذت نفسي طبعا مثل ما عدنا حكينا موطن مختار، ومحاكم دمشق وقرر انه محاكم دمشق هي المختصه بالنظر باي نزاع بيشبرنا، وعلى هذا ما قررت اوقع ونكتب الاسم والتوقيع والبصمه لانه كثير مهمين. انا عندي الاسم والتوقيع والبصمه وكلمه على سبيل الامانه واتعهد بعهد عين طلب، هدول اللي بياخذوا القوة الثبوتيه. انا ما بيكفيني عنهم بس انه بسند امانه، لا ما بيعطي العنوان، ما هو اللي بيعطيه القوه الثبوتيه. ولكن اليوم استاذه بنشوف سندات امانه فارغه على بياض بتم التوقيع والبصم عليها، اليوم شو مدى صحة هذا السند يلي بيكون فارغ وعلى بياض، وبنفس الوقت شو الحكم القانوني له؟ تماما، انا ضد كل اي شيء سند امانه فارغ، لانه هذا السند الامانه الفارغ هو يعتبر قبول انا من المدين لما بوقع على سند امانه فارغ انه يملي صاحب سند الامانه بالمبلغ اللي بيشاءه، حتى لا يوسخ للمليار، ممكن يكون ما بيتعلق المبلغ بسيط او بالملايين، ممكن يحط المبلغ اللي بيشاء، لانه انا توقيعي على بياض هو قبول كامل مني بالرقم اللي بيحطه، وانا هيك ساعات عم بتحمل المسؤوليه الجزائيه وقع تحت ظل يعني جريمة إساءة الائتمان في حين أني ما سددت المبلغ. طيب هل يحتاج سند الأمانة لشهود؟ يعني أنا ممكن أجيب شهود وقت يكون أنا عم بنظم هذا السند بيني وبين شخص تاني أو لا؟ تماما، هلا سند الامانه كان يحتاج لشهود غير السندات العاديه؟ لا يحتاج، وانا بفضل انه ما ينجب شهود. ليه؟ لانه انا ممكن احط جيب شهود ويكون الواقعه ما هي للحقيقه امانه، هي يكون واقعه سندين، واذا القاضي اثناء سير الدعوه طلب سماع شهاده الشهود يجوا ويحكوا الحقيقه يقولوا فعلا انه هذا سببه دين وما هو يعني خلاف مدني وما هو انه امانه انحطت، وممكن القاضي يرد الدعوه ويعتبرها خلاف مدني. هيك انا بفضل ما ينحطوا شهود، ما هي لانه سند الامانه مثل ما حكينا خد قوته من الاسم والتوقيع والبصمة. طيب كمان في سؤال كتير بيراود كتير من الأشخاص، إنه أنا عندي سند أمانة لشخص ما بدي طالب فيه وبدي حصل حقي منه، كيف ممكن أنا هون بدون ما مد القصة سنة سنتين ثلاثة كيف ممكن أنا حصل السند؟ تماما، هلا هو اللي بيميز سند الامانه انه فينا نطالب فيه عن القضاء الجزائي والقضاء المدني. القضاء الجزائي اسرع. امتى بطالب فيه بالقضاء الجزائي؟ في حالات بطالب فيها، اول شيء انا اذا ما المدين معسر ما معه اموال احجز عليها، لانه عاده انا قاضي بيعطيني قرار بالحجز الاحتياطي على امواله المقوله وغير المقوله. طب انا اذا اللي موقع السند الامانه ما عنده، انا في الجأ للقضاء الجزائي. ليش؟ لانه في عندي مؤيد جزائي اللي هو الحبس من 6 أشهر لثلاث سنوات، بس القضاء الجزائي ما فيني الجأ له كيف ما كان. اول شيء بدي عندي الانذار، انا بعمل انذار، اول شيء ما عندي سند الامانه بروح بصالح عليه بالماليه، بعدين بتوجه لعند الكاتب عدل بوجه له انذار، الانذار مشان يحدد لي المهله اللي لازم يتم خلالها تسديد مبلغ الأمانة. مدة المهلة ممكن يحطوها 2 أيام 3 أيام 10 أيام، عادة 3 أيام. مضت المهلة وما تم إعادة الأمانة، هون أنا هذا الإنذار طبعا هو ركن من أركان رفع الدعوة، ممكن أركان الدعوة، هون صار فيني أنا أرفع دعوة، روح أقدم ادعاء مباشر أمام النيابة العامة وهي تحرك دعوة حق العام، وأنا قدام محكمة بداية الجزاء بطالب فيه بالحبس وبطالب بالمبلغ بأنه بمبلغ وبالغرامات والعطل والضرر. الحالة الثانية في عنا ممكن ألجأ للقضاء المدني. طب أنا إمتى بلجأ للقضاء المدني؟ لما بعرف أنه عنده أموال تماما. وطبعا سلوك الطريق المدني بدي نوه على شغله، انه انا اذا سلكت الطريق المدني ما عاد فيني ارجع واسلك الطريق الجزائي تماما، يا جزائي بختار يا مدني. بعدين متى ما شفنا انه عنده اموال بطلب الحجز الاحتياطي وبرفع دعوه مطالبه بمبلغ. هلا امتى كمان فيني الجا لموضوع القضاء المدني؟ اذا توفى يعني اللي عمل لي سند الامانه المدين، انا هون لما متوفي انا كيف برفع دعوه مطالبه بالمبلغ على الورثه، خاصه من الورثه اضافه للتركه، وطبعا بيكون في التعويض بحدود
التركة. أما بالنسبة لي عن طريق دائرة التنفيذ، هذا ممكن ألجأ له كمان أنا إذا في عنده أموال مقولة وغير مقولة، فيني أحجز عليها مباشرة، أخذ قرار بالحجز. بس سلبياتها هي النقطة أنه ممكن يجي بعد أنا ما بلغه الإخطار التنفيذي، يجي لعند رئيس التنفيذ وينكر توقيعه أو يقول أنا سددت مبلغ الأمانة. هون بهي الحالة رئيس التنفيذ ما هو قاضي محكمة، رئيس التنفيذ بيرجع بيحيلني للقضاء لانه ما بينظر بالنزاعات، لانه هون صار هون في خلاف. هيدي المحاذير. بس انا اذا سرقت عن طريق دائره التنفيذ، يعني فيني ارجع اختار الطريق المدني او الطريق الجزائي، لانه هي دائره التنفيذ ما هي محكمه. صحيح. طيب استاذ سهير، خلينا نحكي كمان اليوم قد ايه مهم يمكن هي المعلومات تنعرف للناس قبل ما نبلش بسند الامانه او حدا يختار انه يكون، ونفرق بين مثلا الرهن. في ناس تقول لك انه خذ مثلا هي السياره امانه عندك لرجع لك هذا المبلغ، هل هذا الشيء صح او لا؟ هلا هذا الشيء يعني جد يعني جيد، بس لكن انا القوه الثبوتيه عندي بسند الامانه بس بموضوع الحبس. برجع بقول لك انه موضوع الحبس هذا المؤيد الجزائي اللي بيعطيه قوته، بيميزه عن الاسناد العاديه سواء عن الشيك او عن سند السحب او الكمبيالات اللي هو سند الدين العادي. هلا في حالات بتجي بتقلنا انه انا عملت سند امانه من مثلا عده سنوات بمبلغ معين، بس انا هلا بهالوقت الحالي ما بقيت قيمته مثل مثلا كانت قيمته بقيمه 10 مليون. ما بقيت انا يا ترى لما بدي هلا حصله وصار وقت موعد استحقاقه انا بحصله بنفس القيمه ولا بتزيد؟ نحن بنقول لهم انه هذا سند الامانه هو امانه، نحط على سبيل الامانه وما هو دين وما هو للاستثمار او التجاره. لهيك نحن هون بهي الحالة بينبغي إعادته بالرقم نفسه، لا زيادة ولا نقصان. في حالات بيلجأوا لها أنه ممكن يعملوا سند الإقامة بالدولار، أو عفوا سند الأمانة بالدولار أو سند الأمانة بالذهب. هلا هون ما في شيء بيمنع، القانون ما بيمنع، نحن كدولار والذهب ممنوع التداول والتعامل فيهم، أما الحيازة مو ممنوعة. لكن هلا أنا في حين عملتها مثلا أنه سند الأمانة حررته مثلا بعشر ليرات ذهبية، أنا بذكر تماما أنه هن كم ليرة ذهب وزنون العدد بالوقت اللي صارت فيه تماما. انا بقلب السند الامانه بكتب انه انا سلمت، ما يرجع لي مثلا بعد 10 سنين يكون صار 10 اضعاف مثلا. تماما بحددهم بالتفصيل بسند الامانه انه استلمت منك مبلغ او ما يعادل يعني 10 ليرات ذهبيه، ممكن نقول سوريه انجليزيه، وزنها 8 جرام، مدموغه بجمعيه الصاغه، جمعيه الصاغه، واتعهد باعادتها حين الطلب. يعني هذا بدي اذكره بشكل واضح وصريح بسند الامانه. لو كان قيمه التعامل انه موضوع التعامل ما هو مبلغ او بالليره السوريه، يعني انه كان بالذهب او بالدولار الامريكي. اكيد بالختام بدنا نتشكر حضرتك استاذه ساهر قبيق، واكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع. شكرا لك. بتشكركم. بس في انا كم نصيحه بدي بس اوضحها، انه انت اي شخص نظمت سند امانه، انت اذا ما كان في الموضوع امانه لا تنظم سند امانه، واذا انت مالك متحمل مسؤوليه توقيعك كمان لا تنظم سند امانه، واياك تبصم او توقع على سند امانه فارغ او ورقه على بياض، لانه هذا قبول منك كامل بالمبلغ اللي بيحطه. وبحين انت نظمت سند امانه واديت الالتزام اللي عليك، اطلب سند الامانه من الدائن، وافضل اذا بتاخذ يكتب لك وراء براءه ذمه. وفي حين قال لك الدائن انه انا اضعت سند الامانه، بتاخذ منه تصريح انه بيتحمل المسؤوليه المدنيه والجزائيه وبراءه ذمه انه انت سديت المبلغ كامل. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك استاذه سهير وكل المعلومات اللي قدمتيها. يا اهلا فيك، يعطيكم الف عافيه. اما هلا يا عفاف رح نروح للادقيه ونشاطات وفعاليات متعدده. واقيم مؤخرا على مدرج دار الأسد للثقافة والفنون باللادية الحفل تخريج دفعة من كلية طب الأسنان 33 اللي أقاموا اتحاد الطلاب فرع اللاذقية. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. جهد واجتهاد يحصد ثماره اليوم الدفعة 36 من طلاب كلية طب الأسنان في جامعة تشرين ضمن حفل يقيمه فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا على مدرج دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. معنا تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية طب الأسنان. التخريج هو تتويج لتعب سنوات، لذلك يفضل أن يكون هناك احتفالية تعبر عن هذا التعب وعن بداية فترة جديدة
لأبنائنا الطلبة الذين أصبحوا أطباء في مجال طب الأسنان، نتمنى لهم كل التوفيق. كان شيء مميز، كنا دائما نعمله بكلية طب الأسنان بجامعة تشرين. الشيء المميز حقيقة أنه عملناه بمركز ثقافي وشايف الحضور الكبير كان. طبعا هذا بيعبر عن بهجة وفرحة وسعادة كبيرة لأهل الطلاب وإلنا نحن كأعضاء هيئة دراسية مشرفين على دراسة الطلاب كل هذه الفترة الماضية. حقيقة نحن سعيدين جدا، شفتي قديش أن طلابنا مميزين، وحقيقة بنتمنى لهم الخير والتوفيق بالأيام المقبلة إن شاء الله. جامعة تشرين كانت وما زالت تقدم وهي رافدة العلم. تمنياتنا للزميلات والزملاء بداية مستقبل مشرق. فرحة ترتسم على الوجوه لأكثر من 300 طالب وطالبة. سعادتي أنا وخطيبتي مع بعض، يعني شفيك اللي تعرفنا عليها بالجامعة هيك وطلعنا مع بعض ورا بعض سابع تاسع، يعني هي الفرحة لحالها خاصة. وبالإضافة للفرحة أنه نحن متخرجين كلية طب الأسنان صرنا هلأ يعني رسميا دكاترة، فهيدا الشيء كتير حلو. فرحة التخرج هي أحلى من أي فرحة ثانية. الحمد لله، يعني نحن تعبنا ولقينا الحمد لله. اللي بيتعب بيلاقي النتيجة، وقلنا يعني كنا نسهر وندرس ونلاقي النتيجة. وبدر معي خطيبي كمان من الأوائل طالعين ورا بعض، فالحمد لله. يعني فرحة التخرج ما بتوازي أي فرحة بالمراحل السابقة أبدا. أنا الخريجة الثالثة على الدفعة وهلا سنة أولى دراسات جراحة وجه وفكين. بعد سبع سنوات طويلة الله أعطانا بفضل رب العالمين وتعب أهالينا وجهد دكاترتنا بالكلية. حفل التخرج يشكل بداية مسيرة العمل والعطاء في رحلة الإخلاص لبناء الوطن. وانتقالا إلى محافظة حمص، وضمن مسابقة يوم المسرح العالمي التي تقيمها وزارة التربية، قدمت دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية حمص مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني على خشبة مسرح الزهراوي، وكثير من التفاصيل بتقرير زميلنا أسامة ديوب. ضمن مسابقة يوم المسرح العالمي التي تقيمها وزارة التربية، قدمت دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية حمص مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني، وذلك على خشبة مسرح الزهراوي وبحضور فعاليات رسمية وشعبية. يعتبر المسرح هو بوابة لنقل الحضارة والتراث للمجتمع، ويعتبر من أهم الروافد لإنشاء جيل واعي مثقف لنقل هذه الحضارة التي نتمتع بها ويتمتع فيها قطرنا الحبيب. بوزارة التربية أخذنا زمام المبادرة لأنه نعمل احتفالية كمان خاصة بالمسرح المدرسي لوزارة التربية، وانطلقت هي المسابقة اللي هلأ السنة نحن بنسختها الخامسة. العنوان العريض للمسابقة السنة مسرح سوري، هو تكريم للكتاب والأدباء اللي أثروا المسرح بنصوص جميلة. اليوم العمل المسرحي شارك فيه عدد من الطلاب الموهوبين من مختلف مدارس المحافظة. قوم بأداء الأدوار التمثيلية والرقصات الفنون الشعبية طلابنا من مدارس محافظة حمص وريفها، وهم من الطلاب الموهوبين الذين تم تدريبهم في صالات المسرح المدرسي خلال العام الدراسي. طبعا الهدف تنميم مواهبهم وتقوية شخصية الطلاب. المسرحية هي بتحكي عن أبي خليل القباني ومحاولته لإنشاء مسرح، وأن الشيخ سعيد الغبرة كان ضد هذا الفكر وكان يحاربه ويقوم بالهجوم على مسرحه بشكل دائم إلى أن اضطره للتوقف. دور القباني هو عبارة عن دور شخص مناضل، شخص فكرياً عميق جداً، بدي يوصل رسالته شو ما كانت الظروف. تعرض لكتير مواقف محزنة وتعيسة، بس رغم هيك كمل واستمر لحتى وصل رسالته، واللي هلأ نحن بفضله عم نشتغل بالمسارح ونوصل رسالات إسا أكتر. مسابقة هذا العام تأتي بهدف تكريم الكتاب السوريين المسرحيين، وتأكيدا على دور المسرح المدرسي في تنمية مواهب الطلاب وإنشاء جيل واع ومثقف. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص.
مو بعيد كتير عن حمص رح نروح للحسكة، وأيضا نظمت مديرية التربية دائرة المسرح المدرسي فعاليات على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بالحسكة ضمن الاحتفال بيوم المسرح العالمي، والتفاصيل بتقرير مراسلنا أحمد الحمدوش. احتفاء بيوم المسرح العالمي، نظمت دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية الحسكة نشاطا مسرحيا فنيا منوعا على خشبة المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة. بمناسبة يوم المسرح العالمي أقامت اليوم مديرية التربية مجموعة عروض لدائرة المسرح، هي فرقة كورال وأيضا فرقة الفنون الشعبية ومسرحية الملك هو الملك للكاتب القدير سعد الله ونوس. نتمنى أن تنال مرتبة على مستوى القطر للمشاركة بالمسابقة المركزية بمناسبة يوم المسرح العالمي. واستهل النشاط بتقديم العرض المسرحي الملك هو الملك المقتبس من الأعمال المسرحية للكاتب الراحل سعد الله ونوس، تلاه عرضهم في الكلوريون لفرقة الكورال من تراث الجزيرة السورية، وتضمن تقديم أغاني جماعية وفردية وعزف موسيقي. كما قدمت فرقة التراث مجموعة من الرقصات والدبكات التراثية والشعبية واللوحات التعبيرية الوطنية. بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، مثلنا مسرحية للكاتب الكبير سعد الله ونوس. المسرحية كانت عن حكاية جدتي. طبعا المسرحية كانت بمناسبة اليوم المسرح العالمي، وقدمناها بمركز الثقافي بمدينة الحسكة. المسرحية كانت عن تحكي عن جشع أحد الملوك اللي كان مسيطر في أحد الممالك وجشعه على شعبه. قدمنا عدة أغاني موشح وموشح عاذلي ووصل لي فيروز يا أنا يا أنا وأغاني كردية وسريانية وعربية. وشارك العرض المسرحي الملك هو الملك في المسابقة المركزية التي تقيمها وزارة التربية على مستوى المحافظة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. وأكيد سلمى بفصل الربيع بتكتر مشاكل صحيح. البشرة وكتير من الأشخاص وخصوصا يلي بيعانوا من البشرة الحساسية، كتير ممكن إنه نزيد عندهم هي الحساسية ما بين تقلبات الطقس بين برودة ودفا وحرارة عالية كمان. أكيد عفاف، وكمان مثل ما قلتي هي الحرارة ناتجة عن أشعة الشمس. بفصل الربيع بتبلش أشعة الشمس وبتكون دافية، ونحن بنكون مشتاقين طول الشتوية لهي الشمس الدافية، فبنحس أنه عادي إذا طلعنا من دون ما نستخدم أي شيء يحمي بشرتنا، وممكن نستخدم مواد كيماوية يكون لها ضرر بدل ما يكون لها فائدة. شو هي الاستخدامات الخاطئة للمستحضرات الكيميائية اللي ممكن نحطها على بشرتنا وهي تضرنا؟ وأيضا أحيانا في ناس تعمل مثلا تقشير وغيره من الأشياء كمان بتأثر بهي الفترة. كل هالتفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا الكيميائية براءة حداد. صباح الخير وكل عام وأنت بخير، كيفك؟ صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية هيك يعني نتعرف على شمس الربيع، ليش هي ممكن بنسمع كتير أنه تكون مؤذية أكثر من شمس الصيف بدرجات كتيرة، وممنوع نحن نعمل أي شيء وخصوصا إذا كان بشرتنا حساسة؟ صحيح. اول شيء بفصل الربيع نحن لما اللي بيجي بنكون فعلا نحن مشتاقين لهي الشمس للدفع ولحتى نعمل النشاطات الحيويه اللي بنعملها بفصل الصيف، لكن في هون مفهوم خاطئ انه نحن لما بنطلع على هي الشمس الناس بتفكر انه هي صحيه باي وقت، انه مو بس الصباح. كلياتنا بنعرف شمس الصباح كثير مفيده لتعزيز المناعه وفيتامين د، لكن بفصل الربيع هي إلى أوقات مؤذية مثل الصيف. الأسباب كثيرة. أول شيء أنه نحن بفصل الشتاء ما لنا متعودين على الشمس القوية، فبشرتنا خلص أخذ مثل موضع استراحة، ما في كثير إفراز ميلانين. أما لما اللي بنيجي على فصل الربيع وقت اللي بدنا نطلع بهي الفجأة، أول شيء بدنا نحس فيه هو الصداع. ثانياً الحكة، إذا بتلاحظوا متى ما طلعتوا بالربيع أنا في عندي حساسية من شو السبب أنه أنا بضلني بحكي ببشرتي. أنا بفصل الربيع في عندي غبار الطلع، فعندي كمية كبيرة من الغبار والأتربة وزهر النباتات أو الأشجار المثمرة يلي بتكون منتشرة بكل الجو، يلي ممكن نحن ما منحس فيها ولا منشوفها، لكن مع أي حركة هواء أنا بيكون عندي الجو معبأ بغبار وأتربة وفيروسات وغبار الطلع يلي هي ممكن يلي هي أساسية بأنه تسبب لي هاي الحكة والحساسية، إن كانت على الجهاز التنفسي أو على البشرة أو حتى على الشعر. نقطة تانية، نحن بنعرف أنه الشمس بدها تكون عمودية، فبشرتي أنا طالعة من فصل الشتاء إلى الربيع
منا مستعده لهي الشمس القويه، وللاسف نحن بتكتر نشاطاتنا بوقت الظهر. يعني اي صبي او اي حدا طالع بيقول لك هي الشمس غير مؤذيه، بالعكس هي جدا مضره، تترك تصبغات على البشره، حتى انا بتعمل لي مشاكل بالعيون اذا بتلاحظوا فيها. في كثير ناس ما بترتدي النظاره الشمسيه بهي الفتره، بتقول لك لا للصيف، فانا بتعمل لي مشاكل بالعين، حتى بتعمل مشاكل حول العيون، انه بتلاقوا في ترهلات، حتى في تعب مجهد. النقطه الثانيه، إذا بتلاحظوا نحن بالربيع بنخفف اعتناء بالبشرة، كمان هي صدمة للبشرة بنسبب له إياها بفصل الربيع، فأنا بدي أكون مستعدة كثير. أما مثل ما تفضلتي حضرتك بالصيف ما بنلاقي هاي المشاكل، ما أنا طول الوقت عم جهز حالي للصيف، تمام، لشمس الصيف ونشاطات الصيف ولكل أوقات الصيف. طيب أستاذة براءة، خلينا نحكي كمان اليوم كيف بنقدر نحمي نفسنا وشو المواد اللي بنقدر نستخدمها. هلأ في ناس ما بتاخد العلاجات الطبية، صحيح، او صحيح، بمحمل الجد بتقرأ مثلا منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كريم سحري ممكن يفيدك بي وبتجيبه هالكريم وهو كله مواد كيميائية بالنهاية، صح. فأنا كيف بعرف شو الصح؟ تماما. هلأ الأول نقطة بدنا نحكيها، نحنا أنا وقت أطلع برا بيتي وأنا بدي أتقبل هذا الجو الخارجي بما فيه بكل الفصول، أنا لازم أكون مجهزة الواقي الشمسي تبعي. كتير من قابل ناس بحياتنا اليومية ما عندهم ثقافة أنه هي الشمس بدها تضر سواء بالشتاء أو بباقي الفصول السنة. صدقاً أنا بقابل كتير من الصبايا بيقولوا لي إن إحنا عندنا مشكلة تصبغات، أول سؤال بسألهم إياه على روتين حياتهم اليومية، بيستخدموا واقي شمسي أو لا؟ صدقاً يعني حتى انه الصبيه بتكون متعلمه واصله مرحله منيحه من التعليم، برايهم اشعه الشتاء شمس الشتاء غير اشعه شمس الربيع والصيف، هي نفسها، لكن نحن جو الشتاء بيكون قاسي، بنفكر انه نحن ما بنحتاج واقي شمسي. ما هي يو في يعني الاشعه فوق البنفسجيه من النوع A و B، هي اللي بتخترق طبقات الجلد العليا والعميقه ايضا، يلي هي بتسبب انه بيترسب فيتامين د اللي موجود بالشتاء موجود بالربيع وباقي الفصول. لكن نحن شلون بنستعد؟ اي وقت بتطلعوا فيه برا البيت الدنيا نهار لازم نحط واقي شمسي. ليش نحن بنأكد عليه بالصيف؟ لانه الشمس بتكون قويه، فنحن باعتقادنا انه بالصيف بتسبب التصبغات وبتعمل لي الحساسيه والبثور وغيرها. لا، انتم باي وقت بتطلعوا فيه الشمس هي الشمس رح تأذينا. لذلك الواقي الشمسي بكل الفصول، حتى لو كانت الدنيا ربيع وبيقول لك هي الشمس خفيفه، لا، هذا الاعتقاد خاطئ جدا. النقطه الثانيه، نحن بنعرف انه الشمس هي المسبب الاساسي للتصبغات حسب الوقت اللي انا بتعرض فيه للشمس. يعني اذا انا طالعه بقلب النهار اكيد الشمس عموديه ورح تحرق، مو مبرر نطلع بقلب النهار بلا طاقيه بلا النظارات الشمسيه وبلا الواقي الشمسي. الواقي الشمسي دائما يتجدد كل ساعتين، وهذا بيرجع لحسب بشرتنا والظروف المحيطه فينا. اذا انا قاعده بالمكتب وما بطلع منه للساعه 4 اكيد لازم احط واقي شمسي قبل ما اطلع من المكتب او قبل ما اطلع من دوامي، وحسب طريقه الطلعه اذا انا طالعه بسياره او تنقل. كمان ضروري انتبه اذا انا بدي امشي بالشارع لازم يكون في طبقه من الواقي الشمسي. النقطه الثانيه، الصبايا اللي بيتعمدوا الى مزج كثير من الالوان على البشره، حاولوا بالصيف والربيع تخففوا منها قدر الامكان. نحن ما عدنا بالشتاء لحتى تفكروا نحن ما بنتاثر، لا، نحن بنتاثر وزياده كمان. النقطه الثانيه، لما بنرجع على البيت حطوا ببالكم دائما 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 اول ما ترجعوا على البيت لازم نغسل البشره بالغسول المناسب للبشره. هي نقطه كثير كثير مهمه، ونكون حريصين على ترطيب الشفاه وترطيب البشرة بعد استخدام الغسول. على سيرة الترطيب، هلأ جينا على مشكلة كتير من الأشخاص عم يواجهوها، هي خشونة الإيدين والرجلين، وخصوصا بهذا الفصل بتزيد هي المشكلة. صحيح. ممكن يكون في كمية سوائل مناسبة مع ترطيب مناسب كمان، ولكن المشكلة بتضل. كيف نحن ممكن نحل هي المشكلة؟ أول سبب، نحن بالشتاء إذا بتلاحظوا روتين السيدة بتقلك أنا كل يوم برطب إيدي حتى الزراع كاملة. ليه؟ لأنه جو الشتوية جدا قاسي، درجات حرارة متدنية جدا، فنحن بتلاقينا بنتعرض لتدفئة سواء كانت مازوت أو أي شيء تاني. بالشتاء عنا روتين، بالربيع هذا بيختفي إذا بتلاحظوا من معظم السيدات، ما فينا نقول الكل.
اول ما ببلش الربيع يجي اذا بتلاحظوا نحن بنقول بدنا نعرض حالنا لاشعه الشمس، فاللي ببلشوا يلبسوا ثياب مكشوفه الايدي او حتى شوي من الصدر او حتى مثلا من باقي الجسم، ليه؟ فرحا بالشمس، انه انا بدي استقبل الشمس بهي الحيويه. لما ببلش انا اتعرض لهذا الجو المليء غبار اتربه، غبار الطلع، فيروسات، انا بتبلش الخشونه عندي. هي الفكره مو بس من الجو، الفكره مني انا خففت الروتين تبعي وخففت الاعتناء. طيب صح نحن نحط مرطبات ونطلع فيها على الشمس ما انا مشكله ابدا، بس في نقطه، انا لما بدي احط مرطب على بشرتي على ايدي خصنص لما بدي اطلع، طالما اليد معرضه للشمس انا لازم احط واقي شمسي. هي نقطه كثير مهمه مشان ما تسبب اسمرار. النقطه الثانيه، نحن الشمس قويه، اذا بتلاحظوا اذا انا ماني حاطه على ايدي طبقه الواقي الشمسي رح تلاحظوا حكه طول الوقت. الحكه بسبب الجو الملوث الخارجي واشعه الشمس، لانه هي البشره ما كانت عم تفرز الميلانين، هلا بلشت تفرزه اكثر. ليه؟ لانه الشمس بتحرض على افرازه بشكل اكبر. لذلك المشاهدات اللي بتشوفوها بفصل الربيع والصيف ما بنشوفها بالشتاء. نحن بالشتاء حريصين على انه نرتدي الملابس السميكه لحتى ما نبرد. هي هي الفروقات اللي بتصير، فهي بتوقف على وعينا الصحي وثقافتنا مع الشمس بكل الفصول. طيب استاذة براءة، خلينا نحكي كمان، منتشر حاليا كثير من انواع الواقيات الشمسيه. البعض بيقول انه 50 كافي بالصيف، او بشكل عام 30 بالشتاء 50 بالصيف، البعض بيقول لا 100%. هل بتختلف؟ واذا كان في البعض بيستخدم مثلا اللي بيجي معه لون يعني تماما انه مشان ما يحط فونديشن الصبايا، فهل في اختلافات وهل له تاثير اذا كان معه لون او لا؟ لا. هلا اول شيء لنبلش بالواقي الشمسي، الفكره وين؟ اولا بدي اعرف نوع بشرتي. اي صبيه ما نعرفانه تحدد نوع بشرتها تلجا لاخصائيه الجلديه او الاخصائي التجميل طبيب الجلديه بيحدد نوع البشره. النقطة الثانية، أنا بدي أعرف إنه هل بشرتي صحية سليمة خالية من التغيرات الهرمونية، من البثور، خالية من الزؤان الأسود اللي بيطلع عند الرؤوس، عند رأس الأنف أو منطقة الدقن. هي أول نقطة. إذا أنا ما عندي مشاكل فمعناتها استخدام الواقي الشمسي بالنسبة لي سهل جدا، حتى استخدامه بيكون كتير مريح. هلأ في نقطة بيسألوني إياها الصبايا، إنه أنا لما بحط واقي الشمسي بحس في تكتلات. تكتلات مو لأنه الواقي سيء، وأكيد نحن رح نلجأ للواقي الجيد من الصيدلية. الفكرة وين؟ أنه أنا اللي ماني عاملة تنظيف للبشرة، البشرة لسه فيها ترسبات دهنية وترسبات من استخدام كل أنواع كريمات التجميل ومستحضرات التجميل. فأنا لما بدي أعمل هيك حركة بدي أكون حريصة على التنظيف العميق للبشرة، بعدين لحتى فوت أني أحصل على مكياج كامل فيه الواقي الشمسي وفيه المستحضرات التانية. الواقي الشمسي بيتحدد قديش أنا بدي أتعرض لهي الشمس، وبيتحدد على لون بشرتي. دائما البشرة البيضاء الفاتحة يلي بتكون هي شو مشكلتها؟ أنه أول ما بتتعرض على الشمس بتلاقيها فورا صافي حساسية. لذلك نحن بنقول بنستخدم الواقي الشمسي يلي بيكون على درجات عالية. صيف أو شتاء أنا ككيميائية بقول لك، يعني كحدا بيشتغل كان بتركيب الكريمات التجميل، أنا مع استخدام طبقة الواقي الشمسي بدرجة عالية، لأنه الشمس يلي موجودة بالشتاء نفسها اللي بالربيع نفسها يعني 50 أو أكثر 100 درجات. دائما الدرجة العالية للبشرات البيضة والحساسة. بتيجي بقى الدرجات المنخفضة للصبايا اللي بتكون بشرتهم الحمطي الغامق أو الأسمر. تمام. لما أنا بدي أحس حالي عندي مشكلة وما عم بقدر أتلافاها، يفضل اللجوء إلى طبيب الجلدية لحتى يحدد هاي القصة. بنرجع بنقول مشان موضوع اللون، موضوع اللون هو تجميلي بحت. كل مستحضرات التجميل اللي بتشوفوها اللي هي اللون البرونزي ومشتقاته والبيج ومشتقاته، هي منضف للون صناعي لحتى أنا أحصل على درجة اللون اللي بدي إياه، إن كان مثلاً الأبيض أو إذا بتلاحظوا في كريمات بتعطيكم على لون زهر. هي عبارة عن ألوان بتنضاف مناسبة للبشرة، بتنضاف بالبشرة المطابقة للمواصفات العالمية لكريمات التجميل. أنا مع استخدامها ليش؟ لأني بوفر أني استخدم مستحضر التجميل الثاني اللي هو الفاونديشن. الفاونديشن في صبايا ما بتطلع بدونه، أنا ضده.
لا حطوا واقي شمسي يكون فيه لون خفيف، بتحصلوا على البشرة المرموقة الصحية. أما الفاونديشن يفضل استخدامه بأوقات المساء، يعني إذا أنا عندي مشوار مع رفقاتي، ممكن حفلة أو سهرة، وقت المساء أنا ماني بحاجة للواقي الشمسي. فبتوقع بهيك نصائح بتكون عرفت الصبية توازن ما بين استخدامات الواقي الشمسي بالصباح والفاونديشن بوقت المساء. اليوم كمان عم نشوف كمان شباب عم تعتني ببشرتها وعم تحط واقي شمسي وترطيب، ولكن كمان في مشكلة شائعة بين كل الأشخاص اليوم هي تشقق الشفاه بهذا الفصل. كيف نحن بدنا نلاقي حل كمان، وبحيث كمان إنه نقدر نطلع على الشمس إذا عم نحط شيء مرطبات؟ على فكرة أنا مع إنه أي حدا يستخدم الواقي الشمسي حتى لو كانوا أطفال وطالعين. لما نحكي على شاب عم يستخدم واقي شمسي هي مانا مزمة، وأنا برأيي هي حالة صحية جداً جداً جداً. مثل ما بشرة السيدة بتتحسس، كمان بشرة الشاب كتير بتتحسس، وحسب طبيعة شغله هو شو عم يكون، يعني ما بعرف إذا هو ممكن بيلامس الشمس أو كان هو بمكتب أو ما شابه ذلك. فأنا مع استخدام الأشياء الصحية اللي أنا بتدعمني اللي بتحميني من الأمراض. اليوم لما بيكون ببشرتي تصبغات أو كلف، هذا نوع من المرض الجلدي. بالمناسبة بياخد وقت كتير طويل لحتى نعالج جميع الأمراض الجلدية، بده وقت، لأنه أنا وقت اللي بده يكون عندي تصبغ أو كلف فهو إله درجة، ما بيروح بكريم عادي، في منه ما بيروح إلا بتقشير على مدى سنين. ليش اليوم حب الشباب اللي بيترك ندبة؟ هو مشكلة جلدية، هو مرض حتى بيأثر على النفسية، فأنا بحاجة إلى علاج يستمر إلى سنوات، لأنه بياخد وقت بالترميم ولحتى يعطيني المنظر اللي أنا بدي إياه. تشقق الشفاه إذا ما في علامة مرضية اللي هو ممكن يكون قريب كتير قوي بسبب تشقق الشفاه، أو نقص الفيتامينات البي 12 وبي 6 وبي 3 لما بتكون ناقصة بجسمي فهي بتعطي مؤشر على الشفاه أنه فيها تشققات، أو أحياناً أنواع من الأدوية باخدها مثل الصبايا اللي بياخدوا الريتان اللي بيعالج حب الشباب، دائماً يسبب تشقق شفاه لأنه هو بيعتمد على تنشيف الحبوب في الجسم، فهذا مؤشر على التشققات، أو التلامس مع الهواء الخارجي بدون ما حط مرطب. تشقق الشفاه أولاً إذا موجود التشقق واضح، أول شيء بعمل سكراب، بحاول أني أقيم القشور الخارجية بسكراب كتير بسيط موجود ببيتنا، سكر وزيت 100%، سكر وزيت، أو اللي ما بيحب طعمة الزيت على شفايفه أحيانا نستخدم زيت الزيتون، نستخدم الفازلين. ما عندي سكر أنا فيني استخدم تفل القهوة، بقايا القهوة المغلية أنا فيني استخدمها مع فازلين، افرك الشفايف بشكل دائري، دائري مثلا اتجاه من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين حسب نحن شو بدنا، يعني تقريبا بدي 5 دقائق، لكن التدليك لا يكون عنيف مشان ما سبب ازرقاق بالشفة ومشكلة بالأوردة، اضغط على الأوردة، تدليك خفيف لمدة 5 دقائق. بالمناسبة هذا السكراب فيني مده لكل بشرتي، وهو يعتبر نوع من أنواع التقشير الخفيف الخارجي للبشرة. مثل ما حكينا ما بيخرش، يعني في ناس بتخاف تستخدم السكراب اللي هو سكر وزيت وتقلك أنه بيخرش البشرة. تعرفي أنه سبب التخريش هو التدليك العنيف وليس هو حبيبات السكر، لأنه حبيبات السكر الموجودة عندنا جدا ناعمة. تمام، ما حبينا السكر، أنا بدي بس شوية بلورات سكر، يعني معلقة صغيرة بدي نصها ليس أكثر. تمام، أنا بخلطهم منيح بعدين بطبقهم على البشرة، لكن التدليك هو الأساس. أنا عم بحكي على موضوع أنا مجربته على حالي، وفعلا ولا مرة أنا حسيت أنه صار عندي خدوش أو مثلا إزرقاق، بالعكس البشرة بعد السكراب بتحسوها توردت، حتى الخدود صارت حمرة كلها، يعني هذا مؤشر أنه في تحريك للدورة الدموية وتحريك للكولاجين بالبشرة. فأول شيء بتعمد أنا على تقشير الشفاه، بتخلص من الطبقة البيضة اللي بتلاقوها، حتى إذا بتلاحظوا أنه هي بتطلع بإيدنا بكل أريحية ما بتترك نقاط دم، حتى لما بقيمها أنا ما بحس بهذا الألم. ليه؟ لأني أنا عملت لها هذا التدليك الخفيف وتطلع وصارت وطلعت بسرعة. بعدين أنا بغسل بشرتي بالغسول المناسب، أو إذا بدي غسيل بالماء الدافئ، يعني دافي بارد ما يكون ساخن لأنه مؤذي. بعد ما بخلص أنا عن طريق التنشيف بالمنشفة الخاصة أو بالمحارم ما في مشكلة، بعدين الترطيب. أنا بكون حريصة بشكل يومي، مثل ما برطب بشرتي وإيدي لازم رطب الشفاه. ترطيب الشفاه في عدة
مستحضرات ارخصها الفازلين، ارخصها نقطه واحده لشفاه الفوق واللي تحت، او مثلا بكريم بانتينول في هو نوع مرطب شفاه، او مثلا زبده الكاكاو اللي بنشوفها بالصيدليات. 100% يعني نصائح كثير مهمه، وفعلا نحن بهي الايام اللي بلشنا فيها شهر الربيع ومنطلقين على الصيف والمرتفعات الجويه مثل ما بيقولوا، بلش بقى المرتفع، خلينا هيك نكون صحيين باستخداماتنا. شكرا لك استاذه براءه مثل العاده وكل النصائح اللي بتقدمي لنا اياها. شكرا لكم. شكرا لك استاذه براءه، واهلا وسهلا فيكي. واكيد نصائحنا لكل العالم، يعني اليوم مشاكل البشره ان كانت حساسيه ولا حبوب شباب او اي شيء، هي بين الاشخاص كلها والشباب عندهم بشره، ومو غلط ابدا انكم تعتنوا ببشرتكم. وصلنا معكم لنهايه صباحنا لليوم، وان شاء الله تكونوا استفدتم من جميع الفقرات اللي قدمنا لكم اياها، وبدي اتمنى لكم بقيه نهار حلو وبعيد عن الاشخاص البشعين بحياتكم. وشكرا لك يا سلمى. شكرا لك عفاف. مثل ما بنعرف امبارح كان عطله بمناسبه عيد الجلاء، وايضا اليوم عطله، وبكره نهايه الاسبوع كمان عطله. بنتمنى هاي الايام كونوا قضيتوها بوقت حلو. هلا الجو حلو، خرج المشاوير مثل ما بيقولوا والسيران، خلينا نطلع ولكن ننتبه على صحتنا اكيد بهي الايام، وتضلوا بالف خير. تابعونا بكره وميكينج اوف، او فينا نقول بيست اوف، لاهم الفقرات خلال هذا الاسبوع. تضلوا بالف خير، باي باي.